السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المعهد التقني السعودي لخدمات البترول يعلن بدء التسجيل لبرنامج الدبلوم المشارك المنتهي بالتوظيف في الصفحة الرسمية الخاصة بالمعهد التقني السعودي لخدمات البترول. نشوف تفاصيل الخبر. يعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول عبر حسابه الرسمي عن بدء التسجيل لبرنامج الدبلوم المشارك سنة، وذلك للتدريب بأحد فرعيه بالدمام والخفجي، تدريب منتهي بالتوظيف مع إحدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة وصناعة الزيت والغاز. برامج الدبلوم المشارك يشمل الميكانيكا، الكهرباء، الآلات الدقيقة، أعمال أنابيب، الصحة والسلامة، الرفع والتحميل، اللحام، الصقالات. شروط التسجيل: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، لابد أن تكون شهادة الثانوية من القسم العلمي، لابد أن تكون نسبة التخرج من الثانوية 70% كحد أدنى. المتقدم لم يسبق له الحصول على دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية. لابد أن يكون عمر المتقدم أقل من 28 سنة. المتقدم لابد أن يتمتع بصحة جيدة، ألا تزيد كتلة الجسم عن 30، ألا يكون لدى المتقدم أي مخالفة مرورية من جدول المخالفات المرورية رقم 6 ورقم 7 من نظام المرور، أن يكون حاصل على درجة القدرات العامة 60 فأكثر، ألا يكون مضى على آخر اختبار القدرات العامة أكثر من 5 سنوات. بالنسبة للمميزات: تأمين طبي، التسجيل في التأمينات الاجتماعية، مكافأة شهرية أثناء التدريب 3000 ريال كحد أدنى، دبلوم مشارك معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. مواعيد التقديم: التقديم متاح من يوم الخميس بتاريخ 4/12/1444 الموافق بالميلاد 22/6/2023، وانتهى يوم الثلاثاء بتاريخ 16/12/1444 الموافق 4/7/2023. هنا الإعلان: تدريب منتهي بالتوظيف مع إحدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة وصناعة الزيت والغاز. بيعلن معهد التقني السعودي لخدمات البترول عن بدء تسجيل برنامج الدبلوم المشارك سنة، وذلك للدراسة والتدريب بأحد فرعيه بالدمام والخفجي. بداية التسجيل يوم الخميس 4/ذو الحجة 1444 الموافق بالميلاد 22 يونيو 2023، وانتهى يوم الثلاثاء بتاريخ 16/ذو الحجة 1444 الموافق 4 يوليو 2023. دي المزايا: تأمين طبي، تسجيل في التأمينات الاجتماعية، مكافأة شهرية كحد أدنى 3000 ريال، دبلوم مشارك معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. دي طبعا عند الدخول هنا الصفحة الخاصة بالمعهد التقني السعودي لخدمات البترول. هنا الرسوم الدراسية: لا توجد رسوم دراسية للتدريب في المعهد وغيرها من أهم الأسئلة الخاصة بالدراسة في المعهد. هنا إذا أردت التسجيل اضغط على تسجيل جديد، إذا كان لديك حساب اضغط على تسجيل الدخول، إذا نسيت كلمة المرور اضغط هنا، اضغط على تسجيل جديد إذا كنت جديدا. تفتح لك الصفحة الخاصة بالتسجيل، لكن يوجد بعض الإشكالية هنا في الصفحة نظرا للضغط على هذه الصفحة. هذه هي الشروط الخاصة بالتقديم قبل التقدم. تقوم بقراءة هذه الشروط ثم استكمال إجراءات التقديم في هذا المعهد. أتمنى في النهاية للجميع التوفيق. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.